أكبر غلطة ممكن الأم تعملها مع أولادها الصغيرين إنها تتعامل مع كلامهم على إنه كلام عيال. كلام العيال هو اللي بيحدد شخصيتهم. هتبقى عاملة زي يعني مثلا تقولك إيه، لما يكبروا يفهموا، لما يكبروا هتفهمي منهم هم طموحهم وأحلامهم، هتعرفي إنهم واثقين في نفسهم ولا لأ، هتعرفي إيه عيوبهم اللي تحاولي تصلحيها لهم، هواياتهم اللي لازم تنميها، هتعرفي تحببيهم بشكل صح وتكبريهم صح عشان يبقوا شباب تفتخري بيهم. معانا النهاردة ثلاثة من شباب المستقبل هتكلم معاهم كلام، مش هقدر أقول كلام عيال عشان يزعلوا مني، كلام كبار يا جماعة. ساخر سانور علي ومحمود تمام. توأم تمام. عندهم 12 سنة تمام؟ نيجي بقى للكبيرة للأستاذ لفندي أستاذ يوسف. مساء الخير تامر. يوسف 7 سنين صح؟ يعني شهر واحد الجاي تم التوأم. في شهر كام؟ لا انا عايزاك تعلي صوتك وتتكلم زي ما بتتكلم. شهر واحد الجاي هتم التمانية. يعني نقول ايه 8 سنين؟ تزعلش 7.5 وخلاص. 7.5 نقول 8 سنين. نقول 8 سنين بس. شفتوا اختراع فظيع. علي ومحمد محمود سوري انا اسفه علي يوسف لبخني بصراحه بجد. انا ما بقدرش اتكلم معاه كتير على فكره وانتوا عارفين ليه. طيب علي ومحمود انتوا في المدرسه، انا عايز اسالكم الاول، تعالوا نتكلم مع بعض بقى كلام كبار كده، ايه رايكم في الانتخابات اللي حصلت؟ والله مش ملاحظ ان مش ناس كتير نزلت انتخبت. تمام. واكتر اللي ما نزلوش كانوا من الشباب طبعا. طب هل عندكم وجهه نظر الشباب ما نزلش الانتخابات كتير؟ خايفين. خايفين خايفين ينتخبوا حد ويطلع وحش عشان ما يعرفوش. اللي نزلوا انتخابات كتير مش معروفين فخايفين ينتخبوا حد ويطلع في الاخر ما يطلع شخصيه مش هيظبط لهم الدنيا عندهم في الحته اللي بتاعتهم. بسم الله ما شاء الله. طب انا عايز اسالكم كمان، انا جايه لك يا يوسف ما تقلقش انت طيب انا عايز اسالكم عن انتوا في المناهج اللي بتاخدوها في المدرسه، في مواد انتوا راضيين عنها وعلى التعليم بشكل عمومي، يعني ايه اللي انتوا مش راضيين عنه في التعليم؟ اللي مش راضيين عنه في التعليم ان طبعا ممكن تختلف عن مدرسه لمدرسه. يعني مثلا مدرسه الحكومه تختلف عن مدرسه خاصه. مدرسه الحكومه التعليم فيها بطريقه ان هو ده الوحش في التعليم هنا في مصر، لان بره في امريكا ودول متقدمه الفقير والغني كله بيخش نفس المدرسه وبنفس السعر، هنا في مدارس خاصه ومدارس حكوميه. يعني حضرتك لما قبل ما نخش كل حاجه جايبه الفيديو بتاع المدرس بيعلم الاولاد الاغاني. ايوه هو مضطر يعمل كده، دي مدرسه حكومه ما فيهاش نظام تعليم تاني غير كده. طب انتوا موافقين على الطريقه دي؟ لا طبعا. لا طبعا، بس هم الطلاب مش عايزين يحفظوا غير كده طبعا. هي دي طريقه ما ينفعش حد يشرح بيها اساسا، بس هو هي غلط، مش هيعرف الطلاب مش عارفين يفهموا غير كده، هو مش هيعرف يفهمهم غير هي بالطريقه دي. طب هل المدرس اللي بيفرض طريقه ان انت تستوعب اللي هو بيشرحه، ولا الطلبه اللي بتطلب من المدرس انه يشرح بطريقه معينه؟ يعني لو في مدرس بيشرح بطريقه غلط مثلا، اولا لو المدرس هو اللي بيغصب طريقه تعليمه محدش شايفها، محدش هيفهم، لكن محدش هيقدر يقول للمدرس انت حضرتك بتعلمنا بطريقه غلط. ممكن برضه ممكن في يعني في المدارس الخاصه يبقى الكلام مع المدرسين متواصل اكتر، بس في المدارس الحكومه برضه المدرسين بيعملوا اللي هم عايزينه، في ضرب وحاجات مش موجوده في المدارس الخاصه خالص. احنا بنسمع دلوقتي انه في مدرسين ضربوا تلامذه، ولا مش بس كده، في تلامذه واولياء امور ضربوا مدرسين. تفتكر العيب او الخطا بيبقى من مين؟ هو الخطا من الطرفين، من المدرس. ليه؟ لان في المدارس الحكومه المدرسين اللي بيشتغلوا فيها اغلبيتهم بيبقوا من مناطق شعبيه. تمام. فمناطق شعبيه دي الحته اللي هم حته متربين فيها دي كلها طبعا بتبقى خناقات وضرب وكده، هم بيبقوا واخدين الطبع ده.
بس مش في كله متفق معاه. انت مش متفق معاه بالظبط زي طب ايه؟ هو الغلط بيبقى من الطرفين طبعا. الطالب يكون مضايق المدرس والمدرس برضو يكون مد ايده على الطالب عشان ده ما ينفعش. فكده اولياء الامور. بس انا عايزه اقول لك حاجه، انه ممكن انت تكون مضايق بابا او مضايق ماما، اكيد مش بيلجأوا لوسيله الضرب عشان يقنعوكوا ولا بتاع. طبعا بس بابا وماما غير المدرس يعني خالص. ايوه انا عارفه، بس ماما وبابا ليهم سلطه انه ممكن لو ضربوكوا يضربوكوا عادي. عادي، لكن هم اعتقد ان هم بيلجأوش للموضوع. طب قليل. ايه طب ايه الطريقه لما بتعملوا انتوا خطا بابا او ماما بتوجهكوا لده؟ هو بتبقى اسهل طريقه بالنسبه لهم الحرمان من اكتر حاجه يعني الموبايلات. ما فيش مثلا ركوب خيل، ما فيش حاجات دي خالص. بيحرموكم من متعه انتوا بتحبوها او بتعملوها في الويكند؟ او مش بيحرموكم من متعه يعني، ممكن يعاقبونا كده لمده مره او مرتين بس بعد كده خلاص نكون اتعلمنا بس من خطانا وبعد كده خلاص. يوسف مساء الخير. انا بحبك قوي يوسف بجد. قول لي يوسف، ايه اللي مش عاجبك في التعليم في المدرسه عموما؟ المدرسه عموما في المدرسه انا كده ما بحبش الكتابه. ما بتحبش الكتابه؟ ما فيش يوم عدى من غير مكتب كتير يعني، اللي بدون صفحه كلها كتابه وبس. يعني بتزهق ولا ايدك بتوجعك ولا ما بتحبش؟ الثلاثه. ما شاء الله. ايدك بتوجعك وبتزهق. انا عندي ايدك بتوجعك وبتزهق، دول اتنين مش ثلاثه. وما بحبهاش. وما بيحبهاش. مش معقول يا جماعه. لا نركز في كلام يوسف ارجوكم. طيب ايه اللي انت بتحبه؟ ايه المواد اللي انت بتحبها؟ فرنش. الفرنش. انجلش؟ انجلش مش قوي يعني. مش قوي. طب بالنسبه للعربي بقى والحاجات دي؟ العربي برضو مش قوي. العربي مش قوي. طب بالنسبه للمات؟ زي الفرنش. زي الفرنش. طب ده كويس، دي اصعب ماده ممكن تاخدها وبتنجح بقى وبتجيب درجات حلوه. طيب بصراحه بصراحه يا يوسف، ايه اللي مش عاجبك في طريقه ماما وبابا في انهم مثلا يقولوا لك لا ما تعملش كده، لا اعمل كذا، لا كده يعني؟ لا ما تلقنهوش يعني. ساعات ماما بس هي ما بتضربش بشبشب وكده. لا هو قصدي لا، هي ما بتضربش الضرب الجامد يعني، ممكن قرصه في الكتف مثلا. لا كل الامهات بيضربوا بالشبشب على فكره، مفيش قرص من اللبلين. مفيش مرة ماما قرصتك ولا بليبك؟ أكيد. ما تكذبش على أي أصل. بصي حضرتك مفيش أم ما بتضربش عموما طبعا، بس في أم مثلا ممكن لا تقرص بس قرصة كده في الكتف خفيفة. في أم بقى اللي بت اللي هي بتشبشب بالشبشب. احنا لا هو احنا كنا ممكن حاجة. كان ممكن أنا وعلي مثلا في الفترة وإحنا أصغر من كده شوية، إحنا قد يوسف مثلا طبعا، كنا اتنين ويوسف كان لسه صغير بقى، فكانت دي اكتر فتره هي اللي فيها العصبيه. بس بعد كده بتقعد تقول لنا تكبرتوا مش هضربكم مش هيحصل فيك حاجه، بتقعد كده بتعاقبنا بس. لا بصوا، ما هو لا ده لازم شويه كده وشويه كده. بس انا ملاحظه ان انتوا كده جايين كاجوال لابسين قمصان. يوسف ممكن تقوم تقف بعد اذنك؟ يعني مش معقول على يوسف وشياكتك يا يوسف بجد. بدله نازل افندي يعني. يوسف بصوا بصوا ليوسف لابس ايه يا جماعه؟ جاي برنامج فلازم يبقى فورمال، صح يا زوزو؟ لا والجزمه يعني بصراحه انا معجبه بشياكتك، افندي صغير يعني. ممكن تعمل لنا عرض ازياء يوسف؟ تعرف ما تكذبش علي، انا عارفه ان انت عارف كل حاجه يعني. اتمشى كده واعرض جاكيتك كده وبتاع وكده. يلا 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 يوسف يلا كده هنا. لا انت بتفتح يا انت مش عايز اشوف البطانه. انا عايز اشوف. روح وتعالى كده يوسف واعمل لنا عرض ازياء. لا سرعه في قلق شويه مش لازم. ولف بقى لف نص لفه كده، اطلع كده لقدام يوسف شويه كده. أيوة. على كده ايوه بس ايوه لف بقى. يا سلام. الله يا يوسف، شكرا حبيبي.
شكرا يا يوسف. طب انا كنت بتكلم معاك يا يوسف بقى، انت ماما، لا اتفضل حضرتك استريح، انت تعبت في عرض الازياء. ماما بقى ممكن تعاقبك ازاي؟ تعمل معاك زي علي محمود؟ لا تعاقبنيش بالطريقه دي، مش يعني بالطريقه دي. ممكن مثلا تحرمني من ال، قول قول ما تكسفش، باللعب في الشارع مثلا. ممكن ما توديهوش عند اصحابه مثلا يلعب معاهم بالظبط، او ممكن ما ينزلش يلعب كوره تحت برضه مع اصحابه. هو عامه يعني هي بتنطبق، خلاص هي اتضايقت منه، هو كل ما يطلب حاجه لا بس خلاص، انما هو تخبي الموبايل في مكان معين يعني. هو وانت عندك موبايل؟ بس سجل عليه بقى حاجات والله. بتفتح بقى اليوتيوب كده، بيفتح الواتساب وفيسبوك وبيعمل كل حاجه. طبعا ممكن يكون اشطر منكم على شباب الدرجات يعني. انا اسفه يا جماعه. لا بس انت يوسف، انت بتحب الغنى يوسف؟ بتحب الغنى قوي، بتحب الموسيقى وكده، تعرف تغني؟ غنى قبل كده في التلفزيون والله. هنا غنيت ايه يوسف؟ الشمس البرتقالي. ايه الشمس البرتقالي؟ طب ما تقول لنا حته كده. انا علي صوت. انا إن إيدك إيدك نزل إيدك. والشمس البرتقالي عليها ليا سنة، والشمس البرتقالي عليها ليا سنة. برافو يا زوز، برافو بجد. طيب أنتوا كشباب عايزين إيه من البلد الفترة اللي جاية؟ لو طبعا العدل، لازم يكون في عدل في الحكم. ثانيا دلوقتي أنا بحس إن الرشوة بقى كتير، الرشوة دلوقتي بقت على كل حاجة. انا برضو موقف كده من كذا يوم، كنت في حته يعني جنب البيت، كان اللي بيركن صف تاني اللي بيجوا يكلبشوا له العربيه ومش عارف ايه، فجاء عسكري مره بيكلبش عربيه واحد، فقام مديله فلوس في ايده فشل له الكلبش قدام ال، ده من الاخطاء اللي موجوده عندنا في مجتمعنا من بعض العساكر، مش لا مش من كله طبعا. طبعا عشان انتوا قصدكوا، احنا لما كنا في سنكم ما كانش حصل ثورات كده زي دلوقتي. انتوا حصل في اياميكوا ثورات كتير، انتوا كنتوش صغيرين قوي يعني، كنتوا واعيين. لا 7 سنين 9 سنين كده. طب لا لا لا. طب بامانه نزلتوا التحرير ورحتوا؟ نزلنا مره الاتحاديه ورحتوا مره الاتحاديه. كنتوا حاسين ان الشعب بيعاني من ايه؟ يعني ايه اللي كان تعب الشعب في الفتره دي؟ لا هو احنا لما نزلنا، كان نزلنا بعد ما اتشال مبارك، فكان الناس فرحانه، ما كانتش لسه بالظبط. نزلنا بعد مثلا ما يوم ما اتشال مرسي، يوم ما اتعين السيسي، الايام دي كان في حاجات كتير. يعني انتوا حاليا متفائلين باللي ممكن يحصل في البلد ان شاء الله؟ لا يعني طبعا احنا نتمنى البلد طبعا كل خير، بس لو جينا ناس تفهم. لو جينا ايه؟ لو جه ناس بتفهم. لو جت ناس فعلا بتفهم. يعني انت دلوقتي عندك في حكومتك وفي بلد في بعض الناس ما بتفهمش؟ لا هو مش بس ما يصلحوش ان هم يبقوا في المكان ده، في ناس ما يصلحوش ان هم يبقوا في المكان ده. لو زي الشخص الغلط في المكان الغلط مثلا. ما دول كده. ايه اللي مش عاجبك تاني؟ اللي هو الانسان الغلط في المكان الغلط. انتبهوا ايها السادة، عندنا جيل المستقبل، دول شباب المستقبل اللي ليهم كلمة واللي ليهم رأي في السياسات في الناس. يعني بيقولك الراجل الغلط في المكان الغلط، هو المفروض يبقى الراجل المناسب في المكان المناسب. في المكان المناسب. تعالوا نتكلم شوية عن المناهج. واضح ان انت تعبان قوي. لا بالعكس. لا يعني تعبان، عندك حاجات تقولها. هو انا بالنسبه لي في مواد بحبها وفي مواد ما بحبهاش. ففي مواد ببقى متمسك بمناهجها وفي مواد ده الطبيعي. ده الطبيعي. طب انتوا انت رايك ان التعليم ده عندنا في مصر تتمنى انه يمشي ازاي؟ طبعا يكون احسن من كده، عشان احنا وما يبقى احسن من اللي هو في مدارس حكومه ومدارس خاصه، المفروض كله يبقى زي بعض. طيب انا عايز اسالك سؤال. قامت في الفتره الاخرانيه دي هوجه على افلام معينه بتقول ان الافلام دي مش صح وكده، انتوا بقى كشباب يعني رايكم ايه في هو بدون ذكر اسماء، بس هو في طبعا
شركة أفلام للإنتاج وأفلام السينمائي معروفة طبعاً. ما هو قال بدون ذكر أسماء. في أفلام وأفلام دي. بس الشركة دي نفسها عملت أفلام جيدة جداً. عملت أفلام جيدة وأفلام لأ. ما بقول في أفلام وأفلام. طب إيه 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 انت رأيك ان الافلام دي ما يصحش انها تنزل على فضول طبعاً. العرض طبعا ما يصحش عشان في اطفال زي يوسف زي الناس اللي قده بيخشوا وبيتعلموا من الحاجات دي. طب انت ما شفتش حضرتك شفت الفيديو بتاع البنت اللي عندها 5 سنين دي اللي بترقص بالسنة. ما ينفعش دي تربية يعني. دي تربية والفرجة على الحاجات دي. ما الفرجة على الحاجات ما بتعلم. يا حبيب قلبي ما هي لما بنت تكون عندها 5 سنين وقعدت قدام التلفزيون بتتفرج على افلام زي كده هتقلد الافلام يعني؟ هل انت اتاثرت بيها لما شفت حاجه زي كده؟ لا. طب يوسف يا مفكر انت شفت الافلام دي؟ اخر فيلم دخلته ايه؟ اخر فيلم خالص كان هواك. هواك عجبك؟ نمت فيه اصلا ما حضروش اساسا. وانتوا كنتوا معايا طبعا. لا بس احنا فضلنا صاحيين طول الفيلم. انا عجبكم الفيلم؟ الفيلم حلو. كان حلو. صوته حلو. انت ما عجبكش فنمت. طب لا انت كده كنت نايم. هو نام. كملت نومك يعني؟ هو ما يعرفش اساسا حلو ولا وحش. طب لما انت شفت الافلام اللي فيها ضرب والولاد بيمسكوا السنجه في بقهم والحاجات دي، انت رايك ايه يوسف في الافلام دي؟ ده ما ينفعش طبعا. طب يعني ايه سنجه؟ حاجة زي السكينة. انت عرفت دي من الافلام ولا انت سألت بابا عليها؟ افلام. من الافلام وانت بتقعد تتفرج على افلام؟ طب ممكن مثلا لو جات لك فرصة ان انت تقلد حاجة زي كده؟ ما عملهاش. ايه؟ ما عملهاش. ما تعملهاش ليه؟ كان دي حاجة ما ينفعش تعمل اصلا. هو ده الوعي يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنه. الوعي بيجي من الام ومن الاب في التربيه اساسا، انهم يوعوهم انه الحاجات دي ما ينفعش اطفال في سن يوسف يمسكوها. وايه تاني يوسف اللي ما بقى الاغاني بقى بتاعه المهرجانات والمهيصه دي؟ طبعا شويه منها بتعجبك يا يوسف يعني، مش وحشه مش كده. بس انت بتحب تسمع مين اكتر حد؟ اوكا اورتيجا. حضرتك سمعت اغنيه مش صاحبي صاحب دي صح؟ مالية البلد اساسا. دي اغنية رغم ان هي مهرجان برضو بس دي الاغنية الوحيدة اللي عجبت كل الناس. طب تفتكروا ليه؟ عشان كلامها واقعي. كل المهرجانات الشعبية بيقعدوا كلام مش مفهوم. كلام ملوش معنى. كلام بس اللي هو يبقى الحروف متطابقة مع بعض، انما الكلام ملوش معنى اساسا. بس فدي اغنية ليها معنى. فدي الاغنية الوحيدة اللي تقريبا ده حتى يعني انا عند اعرف ناس كتير جدا اللي هم الاغاني الشعبي دي ما بتدخلش بيوتهم اساسا بيسمعوا لهم بس الاغنيه دي بالذات بيحبوا يسمعوها. هي دي المسموح. يوسف انت حافظ الاغنيه دي صح؟ طب ما تقوم تعمل لنا حاجه منها. ليه؟ بابا قال لك اوعى تعملها في التلفزيون صح؟ تتكسف؟ تتكسف. يلا يسمع تتكسف. يلا اخواتك هيشجعك. يعني مغني ولا هو عامل ايه؟ او مغني. ايوه الاغنيه انت فاكر زي ما يلا شوف يلا مش راجل واقف راجل اتعاملنا مع بعض انا اتعامل واتعامل طلع سلاحك وده كان اتعورني عوره كان بوظ لك منظرك فاكر بسم الله ما شاء الله ده حافظها. بس هو كان بيغنيها بقى بالرقصه وبتاع. هو محرج بقى دلوقتي ما ينفعش. مش كده برضو عشان الهوا. طيب ايه الحاجة اللي انتوا عايزينها من بابا وماما بس ما انتوش قادرين تقولوها لهم؟ لا هو في حاجات بنقولها بس ما بتتنفذش. زي ايه؟ يعني بابا اصلا كل يوم بيرجع بالليل بيشرب شيشة وكذا مرة يعني لسه من فترة من اسبوع ولا حاجة برضو تعب مرة وبطل بس بينزل يشرب لسه امبارح. انا اليوم ده عملت حاجة والله. دخلت اخدت كيس لميت كل الحاجة بتاعت الشيشة اللي عندي وخبيتها. بعدها جاء اللي بقى هات عشان خاطري وبتاع هات هشرب حجر واحد بس قمت اديت له. طب هل انتوا لما تكبروا كده وتبقوا رجاله وبتشتغلوا ممكن تشربوا شيشه؟ يعني على حسب. هو طبعا انا معجبه بصراحتك جدا. لو طلع لا وعلى حسب برضو كل واحد وشخصيته. بس انا لا
انت لا. انت ايه بقى الهوايات اللي انت بتحب تعملها في حياتك عموما؟ انا كوره وخيل، كله يتلخص في الكوره وخيل. ما شاء الله. حضرتك؟ انا مع الشرام في السباحه وبنط حاجز الخيل وبعرف اعزف اورج. يعني كمان في حته فنيه. انت مؤمن بان الفن ده مفروض ان كل الشباب اللي في سنكم يبقى عندهم حس فني كده، وتبقى فيه في المدرسه يرجعونا تاني المسرح المدرسي والموسيقى، يبقى عندهم حس فني. هي دي موهبه، بس مش الفن. هي دي موهبه بتنزل كده من ربنا، ففي ناس عندها موهبه وفي ناس لا. بس كل واحد عنده نميها. حاجه في حاجه. المفروض يبقى عندهم حس فني، بس مش بتاع الفن، مش بتاع دلوقتي. يعني انا نفسي لما باجي اسمع، لا تدرس انا بسمع اغاني زمان. مين اللي بتحبه من المطربين زمان؟ مثلا نجات، ام كلثوم، وعبد الحليم. ساعات بسمع له حاجات بس. وانت محمود؟ لا، هو زمان ما بسمعش غير محمد الحلو بصراحه. محمد الحلو بس. وبعد كده كله الباقي بقى بتاع حاجات النهارده. بسم الله ما شاء الله عليكم يا جماعه. انا فرحانه بيكم وفخوره، وانتم نموذج فعلا للشباب. بس ده برضو ارجع اقول راجع للبيت اساسا. طبعا مش كده؟ انتم مؤمنين معايا بالحكايه دي؟ التربيه، البيئه عامة. بس نرجع تاني بقى لموضوع التعليم. ايوه. احنا في مدرستنا عامه التعليم هناك كله بالتكنولوجيا. حتى لما نيجي مثلا احنا كطلاب في اعدادي بناخد كل معانا اللابتوب في المدرسه. بنفتح نت هناك، بنسيرش على الحاجات بناخدها في المدرسه. وحتى المدرسين بيبقى معاهم لابتوبس بيوصلوا بروجيكتور وسمارت بورد وكده. ده استراتيجي ونظام تعليم حلو جدا. بدل بقى الشنطه اللي فيها 3000 وكده، كل واحد ليه هناك شيل المفتاح، شيل فيه كل اللي هو عايزه. تمام. هو الفكره في التلخيص ان هو بدل ما تشيل كراسات، هات لابتوب معاك واكتب كله على الوورد دوكيمنت. اللي عندنا حاجه اسمها LMS دي كده، يعني اللي هو كل واحد بيطلع الواجب بتاعه من على الانترنت من غير او نطبعك ويعمل لها برنت من على النت. مش ناخد الكراسات بقى معانا، نفتح الكراسه ونقعد نعمل واجب فيها. طيب انتوا سمعتوا عن مبادرة القضاء اللي هم ساهموا مع بعض ودفعوا مصاريف طلبة مش قادرين يدفعوا مصاريف المدرسة، وهي المصاريف كلها 40 جنيه 60 جنيه في السنة كلها. عملوا مبادرة مع بعض ودفعوا لطلبة كتير مش قادرين انهم. هل انتوا بتعملوا ده على يعني مثلا مش بالتعليم يعني؟ يعني ممكن تساعدوا طالب يكون مثلا ما معهوش هدوم، وانتوا هدومكم ما بتتقطعش. مرة في بتاع أمن عندنا عمل إيه؟ موبايله اتسرق. يعني كان في عربية وميكروباص وموبايله وقع اتسرق. فيوسف راح فتح محفظته وطلع قال له بابا عايز أجيب له موبايل، وجاب له موبايله. ده من مصروفك أنت يا يوسف؟ من مصروفه. وإحنا برضه مش لازم طبعا لما نيجي نتبرع لحاجة بحد، يعني بحاجة لحد، مش لازم تكون الهدوم دي متقطعة. لا خالص. تبقى دي ده بس صغرت عليك. بالظبط. هل انتوا بتعملوا ده؟ طبعا كتير. ده حتى انا زمان وانا قد يوسف كده لما كنا بنيجي نتبرع مثلا للرساله والحاجات دي، انا من نفسي كنت بطلع فلوس. برافو عليكم. طب انا عايز اسال يوسف، انت جبت له الموبايل من مصروفك؟ هو انت مصروفك كام يا يوسف؟ انا اخر مره كنت فاكره انهم 300 جنيه صح؟ زادوا 700. ايوه. انت بتاخد مصروف كام دلوقتي؟ هو بياخد في الاسبوع. هو لا، هي بتتكلم مصروف شكلي، هو في الاسبوع يعني بياخد 100. مفروض. بتعمل بيهم ايه يوسف؟ بخرج بيهم، بدرس بيهم، بفرح بيهم. طب ما بتفكرش يا يوسف ان انت تتبرع لاطفال فقيره مثلا، او ان انت مثلا اصل ال 50 جنيه دي انت عارف يا يوسف اللي بتاخدها، انت بتاخد 50 صح؟ 100. انا اسف. ما هو يعني 50 بابا 50 من جدي. يعني حبيبي ربنا يخليه لك يا رب. طب انت عارف مصروف المدرسه بتاعت المدارس الحكوميه اللي هم الاطفال الفقراء اللي فعلا ما معهمش فلوس يدفعوا مصاريف، بتبقى المصاريف كل سنه ب 40 جنيه او ب 60 جنيه. هل انت ممكن تتبرع تروح تخلي بابي كده يسال ايه المدارس اللي فيها طلبه ما دفعوش المصروفات، وانت تدفع كده تاخد من جده وتاخد من بابا وتدفع لطالب او اتنين؟ بفكر كتير. طبعا بتفكر كتير. لا بس هي مثلا بتحصل يعني كذا مره، مثلا بابا
نسمع بيقولوا ما هنزل البنك مش عارف هعمل كذا كذا، فكل واحد فينا بيطلع حاجه يقول له طب حطها في حساب كذا، حطها في حساب كذا. طب انتوا ما بتروحوش دار ايتام وتاخدوا معاكم مثلا؟ لا ما بتروحوش. لا والله ما فيش وقت يعني، ممكن في الاجازه. اصل المشكله ان بس دراسيا لا ما فيش. المشكله ان دار الايتام ده في منهم كتير جدا بعيد، اغلبيتهم بعيد عن. بس انت لو طلبت من بابا ماما لو طلبت هيوديك. طبعا هيودي. طب ما تحاولوا تعملوا الحكايه دي ان شاء الله. يعني يوم مثلا احنا عاملين ان شاء الله هنعمل يوم في البرنامج نروح فيه مستشفى 57. ايه رايكم تيجوا معانا؟ اه ماشي. وتجيبوا كده حاجات للاطفال العيانين وتدعوا لهم ان ربنا يشفيهم، لان فعلا نسبه الشفاء ارتفعت جدا الحمد لله. احنا هنروح واكيد هتيجي معانا يوسف طبعا اساسي. حصل برضو يعني برضو في المدرسه هم بيلموا تبرعات لمستشفى 57. انا بطلع المصروف بتاع المدرسه واديهم. حصل برضو كذا يعني كذا مره في طالب من الطلاب اللي هنا جاله كانسر بيخشوا بيلموا من الطلاب اللي في المدرسه يعني مش من الطلاب بره، بيخشوا بيلموا التبرعات وكل فصل بيحطوا عشان المستشفى. جزاكم الله كل خير. وعايزه اقول لكم ان انا الحلقه دي انا فرحانه بيها جدا يا جماعه والله، لاني لاقيه شباب واعي وواعد للمستقبل. انا عايزه اسالكم سؤال اخراني يعني مش هتقل عليكم عشان عارفه المشاغل اللي وراكم. فاكرين بوجي وطمطم؟ لا ما كنتش بتفرج عليهم خالص. والله احنا ما حضرناهمش. مفيش بس حاجات خالص. طب ايه الحاجات؟ وانا قد يوسف اصلا ما بتفرجش على الحاجات دي يعني. ممكن من وانا قد يوسف مخي ان انا لما اكبر عايز اطلع مهندس طيران، فافتح بقى يوتيوب طيارات طيارات طيارات. ما فيش حاجه. تمام. يعني لو بوجي وطمطم قدمناها تاني ممكن تعجبكم؟ ممكن والله. بس برضه احنا برضه لما كنا قد يوسف اصغر كمان كنا ممكن نفتح تلفزيون نتفرج على كرتون توم اند جيري مثلا. بس هي او كده بالسن يعني. يعني عندك من سن كام لكام يتفرجوا على بوجي وطمطم الكرتون والحاجات دي؟ لا يعني من هي مش كرتون يا عرايس يعني برضو نفس الموضوع يعني من 4 لـ9 سنين يعني. من 3 سنين لحد من اول طبعا. تحب تتفرج عليه يوسف؟ لا بطلت من زمان طبعا. بطلوا من زمان. بطلت القنوات كلها من زمان. القنوات هو بطل الكرتونات. بطلت الكرتونات. بتتفرج على ايه يوسف؟ افلام. طب بعد ما بطلت الكرتونات اتجهت لايه يوسف؟ افلام. افلام اكشن بقى وكده؟ اكشن وعربي. بس هو يمكن يوسف يعني اللي خلاه ان هو يبعد عن الكرتون والحاجات دي من سن بدري. هو طبعا انا وعلي في البيت طبعا اكيد كل حاجه اكيد بيقلدكم طبعا او بيجي يتفرج معاكم. لا غير انه يجي مثلا نبقى قاعدين مثلا في المكان اللي فيه التلفزيون الكبير مثلا، بعدين مش عارف ان ايه جاب كرتون نقول له روح انت اتفرج على التلفزيون التاني مش عارف ايه، فهو يقعد ما يحبش يخش يتفرج لوحده، ما يحبش يبعد لوحده في الاوضه. بس فده اللي ممكن يكون خلاه ابتعد عن حاجات سنه في وهو صغير شويه. انا بحييك يا يوسف وسعيده جدا ان انت كنت معانا في البرنامج النهارده بجد. و طبعا انتوا بحييكوا جدا، ونفسي فعلا كل الشباب اللي في سنكم انهم يشوفوا طريقه تفكير الشباب اللي في السن ده اتغيرت يا جماعه. لازم نحترم طريقه التفكير دي ونحترم طريقه كلامنا معاهم كاولياء امور بقى. يعني ما ينفعش نتعامل معاهم على انهم لسه اطفال وانت ما بتعرفش حاجه وانت ما بتفهمش حاجه. ناقشوا، المناقشه مهمه صح؟ طبعا احسن ما هو الضرب الزعيق الحاجات دي كلها مش هجيب حاجه، مش هتجيب نتيجه. هتضرب هزعل شويه هرجع اعملها تاني، هتضرب هزعل شويه هرجع. ما فيش حاجه هتتغير. انما لو فهمت خطاك هتبطله. طبعا مش كده؟ لا هو بالتفاهم. وكمان في حاجه كده في الامهات او ماما ما بتعجبنيش، واحد مثلا رجلي بتوجعه يروح يا مامته انا ما رجلي بتوجعني معلش والله مش عارف ده معلش دي كنت هعمل ايه. يعني المفروض طبعا الامهات بيبقوا شايفين ان دي حاجه بالنسبه لهم حاجه طبعا. لكن هو مش معنى رجلك بتوجعك كل ما تقعد تذاكر وليه طب معلش معلش بتتنطط وتتشف معلش خلاص يا ماما انا غلطان. انا بحي والله ما انا عايزه اسيبكم بجد، والله ما عايزه اسيبك
افندي صغير كده قاعد مالي مركزه كده. بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم. عملت ايه في انتخابات مجلس الشعب يوسف؟ مش عارف. لا يعني مش سمعت عنها؟ سمعتها. وكنت بتتفرج عليها في التلفزيون؟ طب كان رايك ايه؟ بامانه كان رايك ايه؟ صح ما اتفرجتش عليها. طب يعني انت لو كان لك مش صوت مستوعبها شويه عشان لسه صغير؟ طبعا. طب انت لو لما تكبر ويبقى لك صوت هتنزل تنتخب؟ طبعا. ان شاء الله. مش كده؟ انا مش فاهم انتخابات مجلس الشعب بس فاهم انتخابات الرئاسه. بص يا يوسف انتخابات مجلس الشعب. طب كويس. لا كويس. ايوه ايوه هو نزل طبعا مع ماما لما كان فيه اللي هو انتخابات الرئاسه. وحامدين كان نزل ولغوا صيده في الحبر وكل حاجه يعني. على اساس ان انت تروح لهم تاني يوم في المدرسه تقول لهم انا انتخبت. لا ما قلتش كده. ما قلتش كده، امال قلت ايه؟ عارف انتخابات ده لازم بطاقه ومش عارف ايه وشغلانه. لا يوسف كبير وواحد فاهم هو. طب انتوا لو كان ليكوا بس انتوا لسه السن بتاعكم مش كده ما جاش الانتخابات يعني لسه لو كان شويه لكن كنتوا هتنزلوا تنتخبوا؟ طبعا. طبعا بس لازم بس هو حد... لو في حد فعلا يستاهل الصوت هنزل، انما لو ما فيش يفهمكم ايه الحكايه. بس انا بس قد نصيحه لاي حد هينزل ينتخب ما ينتخبش حد الا ما يكون متاكد ان هو يصلح. برافو عليك. انا متشكره جدا جدا ان انتوا شرفتوني ونورتوني النهارده، وارجو انها تتكرر اللقاءات دي تاني ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي. ميرسي يا يوسف. شكرا. لا. شكرا يعني. شكرا يا محمد. متشكره قوي. تسلمونا على بابا وماما جدا. قول لهم تسلم الايادي اللي ربت الشباب الحلو ده. شكرا.